اليوم البلاد حاجتها بحكومة ناجعة افيكاس، حكومة تلقى حلول للشعب التونسي. حكومة ناجعة يعني مضايقة؟ ناجعة افيكاس، هو يشوف مضايقة ولا لا، ان توكا سي دون ليفيكاسيتي. حاجتنا بنتائج اليوم، الشعب التونسي حاجته بنتائج، حكومة جامعة بعيدة عن التجاذبات السياسية وخصوصا بعيدة عن التجاذبات الإقليمية. احنا نحب حكومة معناتها تحل مشاكل التوانسة مش تحل المشاكل الإقليمية اللي هي معناتها متبنيتها بعض الأحزاب اليوم. لا دور لتونس في حلحلة الملف الليبي، لا ثم الدور يلعبه رئيس الجمهورية والخارجية التونسية، لكن الحكومة اليوم ستان معناتها أن أورغان إكزيكوتيف اللي يلزم يحل مشاكل الاقتصادية والاجتماعية متاع التوانسة، متاع الشركات الفالسة، متاع إلا 7 نسبة نمو، متاع 19 مليار معناتها ترو دو لي فينانس بيبليك وفي لوندتمون انتيريور اكستيريور، يحل مشاكل الشركات العموميه معناتها الخاصه والشركات الوطنيه الخاصه والعموميه، والتعاون الثنائي اللي هو على عاتق الحكومه فيما يخص مثلا العلاقات مع الامارات، مع قطر، مع تركيا، مع مصر، هذا على عاتق الحكومه فيما يخص التبادل والتعاون الثنائي الاقتصادي بالاساس. كما اي كما الحكومات التونسيه الكل معناتها علاقه التبادل مع كل الدول، ما عندناش احنا سياسة خارجية معادية لدول اخرى، واللي عنده شهوة يحطها في عشاه. سفيان بن حميد الدبريف. نبداو من الاخر، لانه كلمة برك على الحكومة. في الحقيقة قلب تونس وحسب ما هو ظاهر انه لن يرضى على اي حكومة إلا بشرط وحيد، وهو أنه يكون عنده وزراء في الحكومة هذه، فيما عدا ذلك باش يلقى لها كل المسوغات باش يعرضها. والمشكل وين؟ أنه قلب تونس ماهوش حاضر نفسيا، ما كانش متحضر نفسيا باش أنه يكون حزب متاع معارضة، ويلقى روحه مجبور ماهوش لا ديان متاعه وان يكون في المعارضه. وهذه المعضله اللي باش تكون تاع قلب، كانت تاع قلب تونس في الحكومه السابقه، باش تكون مع الحكومه هذه زاده نفس المعضله. لا احنا الشرط الوحيد اللي ديما نقولوه هو تطبيق برنامجنا اللي هو فيه اولويه نتاعنا هو مقاومه الفقر. عمرنا ما طلبنا لا بوزراء لا بمناصب. واو رؤساء الحكومات موجودين من حبيب الجملي الى سيلياس الفخفاخ. كان يجيك واحد يقول لك راه قلب تونس نهار قال اعطيونا زوز وزراء ولا ثلاثه ولا شطر وزير، يجي ويقولوه. احنا عمرنا ما طلبنا من مناصب وزاريه، وكنا ديما ضد المحاصصه الحزبيه، وكنا كل وين نقابلوا اي رئيس حكومه نقولوا له يا استاذ يا عزيز يا ود تونس راهي هي مشاكل البلاد، وهاو وين نشوفوا احنا دورنا، راهو عندنا برنامج معناتها خدمنا عليه وراهو اولويات. اما في الحقيقه اسامه ما وصلتوش لمرحله انهم تطرحوا وزراء ولا تحل. علاش؟ في حبيب الجملي كانت مطروحه. استنى وعده ليه عاد حبيب الجملي كانت مطروحه. لا ما كانتش مطروحه. كان عندنا سفاح العكافي ومهاب عيساوي كانوا موجودين. ما كانتش ورغم ذلك الله يخليك هذه حقائق. فيما انا نعطيك الحقائق، نعطيك الحقائق الموثقه. في حكومه الحبيب الجملي راشد الغنوشي عمل تصريح قال ما راوش حكومه فيها قلب تونس. موجود في عبد الكافي تحب ولا تكره قريب لكم لكن ماهوش من قلب تونس. ومهال عيساوي. إن هذا اللي نعرفه. دونك سامحني. دونك صوت مثال. لأنه ما كناش مقتنعين بالبرنامج ومقتنعين بالحكومة. لأنه كان راشد الغنوشي نفسه رافض وجودكم في الحكومة. دونك ما تنجموش تفرضوا. أنتم في حكومة دخل إلياس الفخفاخ من الأول قال ما كومش باش تكونوا في الحكومة. دونك ما عطاكمش فرصه باش انكم تفرضوا، فرضوا عليكم المعارضه في الحالتين. ليش بيخدمنا الواحد لن معناها
تحب نخلي نواصلوا نخدموا. نحب نرجع للتصويت توا نتاع 30 جويلية. انا ماذا بيا نقول انه مسخفني قلب تونس، اما في الحقيقه انا ما يسخفنيش، لانه قلب تونس هو حزب سياسي يعمل خيارات يربحهم ولا يخسرهم. لكن اليوم واضح جدا انه قلب تونس في وضعيه خايبه، معناها انكونفورتابل نقولوا احنا، وهذا اللي يخلي انه في القيادات نتاعو فما برشا